الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في جزء من آية في سورة النساء: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إيه تفسير الآية دي بقى؟ الآية دي مطلع الآية دي يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وفي آخر آية قال الله عز وجل: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. طبعا هو الرجل هنا ليه 3 حلول. اول حاجه فاهجرهن، ما فيش اتعاظ، فاهجرهن ما فيش برضه بالهجر مش نافع معاها، فاضربوهن. الام في الاخر اغلظ عليها، شاد اعزكم الله، سبها يعني، تطاول عليها. المره المهم في الاخر من ربنا كرمها واتعدلت، فإن أطعناك الحمد لله ربنا كرمها وتعالى بأي سبب، لازم حد من الجيران كلمها رجعت، أبوها كلمها رجعت، المهم في الآخر رجعت. طب الحمد لله فإن أطعناك، الحمد لله بدأت تطيعها. يقعد يقول لها بقى: أنت عارف أنا لو ما عملت فيك ما كنتش ترجعي، أنا لو ما عملت كذا كنتش ترجعي، أنا لو ما ضربت كنتش ترجعي، لو ما رحت لأبوك قلت له الحق كنتش. لا خلاص، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيل. تقعدش بقى تلكك لها بقى، انت عمال كل شويه خلاص ربنا هداه، عمال تتلكك ليه؟ تلتمس العذر ليه؟ تيجي لي داخل الاكل فين؟ حاضر هقوم اسخن الاكل. لسه تسخن الاكل؟ طيب الاكل في ملح زياده، زي ملح زياده ليه؟ الاكل عادم عادم زي. ويقعد يتربص بها بقى الاخ. لا، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيل. خلاص يا عم، إن الله كان عليا كبير، ما تكبرش عليها، ربنا هداها واتعدل من عند الله أو بأي سبب من الأسباب في الآخر، والأول الآخر الأمر مردوه الله. لكن في الآخر: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. رويدا رويدا لا يعني تلتمس الأعذار لتنكل بامرأتك، كما قال الله عز وجل. الله أعلى وأعلم.